مع بداية العام الدراسي تواجه طلبة المدارس والمعلمين العديد من الصعوبات بسبب عدم توفر الكتاب المدرسي لكافة السنوات الدراسية، واقع يؤثر على الطالب والمعلم بشكل سلبي. طبعا هنالك تأثير كبير لنقص أو لعدم وجود الكتاب المدرسي في العملية التعليمية، إن العملية التعليمية ترتكز ارتكاز مباشر ورئيسي على الكتاب الدراسي، سواء كان من قبل الطالب يجب أن يحصل على الكتاب الدراسي، وكذلك المعلم يجب حصوله على الكتاب الدراسي من أجل تحضير الدروس. الكتاب المدرسي ليس وسيلة معينة أو عامل مساعد، بل هو عامل رئيسي في العملية الدراسية. وإحنا كمراقب التعليم سنساهم بإذن الله بأي شيء نستطيع من أجل تقليل العبء على المواطن. مع استمرار محاولة مكتب التعليم بسبها لإيجاد حلول وتقديم الدعم للمعلمين، ونظرا لأهمية الكتاب الدراسي، سعت عدة مدارس بسبها للبحث عن حلول بديلة تمكنهم من توفير هذه الكتب ولو بشكل جزئي، إلى أن يتم إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة. والحمد لله احنا دايرين خطة بالنسبة للطالب بحيث ما يتعثرش ولا تكون في المسيرة التعليمية في هذه المدرسة ولا للإدارة ولا للطالب. والحمد لله نحن قمنا بطباعة وتصوير هذه المناهج، وهذه المناهج الآن الحمد لله موجودة، وحيث يستلم الطالب المنهج كامل من سنة أولى إلى سنة ثالثة إن شاء الله. وبالرغم من هذه الحلول البديلة، فإن العديد من المدارس لم تستطع توفير النسخ المطبوعة من الكتب المدرسية. لا تظهر أي بوادر للانفراج قريب لأزمة الكتب المدرسية التي يبدو أنها ستكون رفيقة طلبة المدينة لهذا العام. حامد بركان، تلفزيون المسار، سبها.